عندما وضعت القرآن والأحاديث والكتب الإسلامية تحت عدسة مجهري توصلت إلى قناعة مطلقة، لا يمكن أن يقرأ إنسان السيرة النبوية لمحمد ويؤمن بها ويخرج إلى الحياة إنسانا سليما معافى نفسيا وعقليا. أنت تذكر الطريقة التي قتل بها السيدة عظماء بنت مروان عندما قطع أتباعه جسدها إربا وهي ترضع طفلها، والمشكلة عادوا إليه يكبرون، فقال لا يتناطح بها عنزان. أنت تعرف أن الماعز تتناطح لأتفه الأسباب، ولكن عند محمد قتل امرأة مرضعة سبب أتفه من أن يتناطح به عنزان. هل هذا نبي من عند الله؟ يعتريني الأسف الشديد عندما تسمح الجزيرة لمخلوق معتوه إرهابي كالقرضاوي كي ينفث من خلال منبرها سمومه ويبث فتاويه الإرهابية وسرسراته. كانت العبارات التي استخدمها ضدي قد حرضت الكثير من الشباب المسلم المغسول الدماغ المعصوب العيون المبرمج على الكره، ليمطرني بوابل من الشتائم والتهديدات بعد الحلقة مباشرة التي تناول بها ظهوري على الجزيرة. عندما يعتبر الإسلام المرأة ناقصة عقل وأنا أطحن مصداقية هذا القول، في تلك الحالة الإسلام يهاجمني وأنا أرد هجومه. عندما يدعو الإسلام إلى قتل الآخر الذي لا يؤمن به وأنا أطحن مصداقية هذا القول، في تلك الحالة الإسلام يهاجمني وأنا أرد هجومه. أنا لا أهاجم، أنا أنتقد الإسلام، ولكن للأسف الشديد نحن ضحايا التربية الإسلامية لا نرى في النقد إلا هجوما. أنا دوما أركز على اللغة، لغة الإسلام. لغة الإسلام لغة سلبية ميتة مشحونة بالعنف والغضب والحقد والعنصرية. الإنسان ناتج لغوي وهو حصيلة ما يسمعه في حياته من لغة سلبية وإيجابية، فإن غلبت اللغة السلبية في حياته خرج إلى الحياة إنسانا سلبيا نزقا رافضا غير منتج، وإن غلبت اللغة الإيجابية خرج إلى الحياة إنسانا إيجابيا سعيدا منتجا. ولذلك لغة الإسلام السلبية فشلت، لم تنتج إنسانا يستطيع أن يتفاعل مع الحياة بعفوية وبإيجابية، أنجبت إنسانا سلبيا. لو ألقينا نظرة على المجتمعات الإسلامية نستطيع أن نرى ما استطاع أن يفعله هذا الرجل السلبي. أنا لا أعتبر الإسلام دينا من خلال مفهومي للدين. الإسلام عقيدة سياسية تفرض نفسها بالقوة. أي عقيدة على سطح الأرض تدعو إلى قتل من لا يؤمن بها هي ليست عقيدة، ليست دينا، وإنما عقيدة شمولية تفرض نفسها بالقوة. عندما أقرأ آية على سبيل المثال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لا تأخذكم بهما شفقة أو رأفة، لا أرى في تلك الآية أي روحانية. عندما تستطيع العقيدة
أن تجرد أتباعها من آخر ذرة رأفة، تكون قد جردتهم أيضا من روحانيتهم. المسيح رمز السلام، لم يحمل سيفا، لم يقطع رقبة، لم يكفر إنسانا. أما المشكلة في الإسلام، إذا فعلنا كما فعل المسيحيون في القرون الوسطى وأردنا أن نعود إلى حياة محمد وأفعاله وأقواله، سنكون في ورطة أكبر من الورطة التي نعيشها اليوم، وسننتهي بأسامة بن لادن وأمثاله. اقرأ حياة محمد، ماذا تجد فيها؟ غزواته وزلجاته وأحاديثه التي يقشعر البدن لبعض تلك الأحاديث. يقشعر البدن عندما يقول جنة المرأة تحت قدم زوجها. التعاليم الإسلامية استفحلت داخل جماجم المسلمين، ولا أجد طريقة إلا بفتح تلك الجماجم وتنظيف الأدمغة من الخلايا السرطانية التي تهدد حياته. عندما زحف الشعب السوري إلى السفارة الدنماركية وحرقها، حرق قلبي معه. لماذا؟ لماذا؟ الشعب السوري يموت جوعا، الإنسان السوري اللي هو صاحب حضارة يلهث وراء رغيف الخبز، فلماذا لا يزحف إلى قصر رئيسه وقد بلغت ميزانيته 40 بليون دولار في 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 البنوك الأوروبية، ويحرق هذا القصر بمن فيه؟ زحفوا إلى السفارة الدنماركية وأعطوا الغرب صورة غير صحيحة عن الشعب السوري الأخلاقي والحضاري، ولذلك أصف سلوكهم بالهمجية والتخلف. الصراع الإسرائيلي الفلسطيني صراع ديني. أنا مع القضية الفلسطينية، أنا مع الأطفال الفلسطينيين. عذابات النساء الفلسطينيات تقض مضجعي، أنا لا أستطيع أن أدوس على نمنة، فهل يعقل أن أكون ضدهم؟ لا يمكن، لا يمكن. هنالك خلاف سياسي، عليهم أن يسألوا قاداتهم والدور التي تلعبه تلك القادات القيادات في حل تلك المشكلة. لكن هناك جذور دينية للمشكلة. كنت أقرأ في كتاب إسلامي منذ أسبوع أو أسبوعين، قرأت قصة صغيرة تقول كان محمد يمشي مع بعض أتباعه فسمعوا ضجة، فقالوا له ما هذا يا رسول الله؟ قال إنهم اليهود يتعذبون في قبورهم. بغض النظر عن الخلافات يومها بين محمد ويهود واليهود، هذا القول يشير إلى أن قبورهم كانت في قبور أجدادهم كانت في السعودية. مظبوط؟ صح. هم أبناء المنطقة. البرهان على أنهم أبناء المنطقة يأتي من الكتب الإسلامية ومن القرآن نفسه. المشكلة مع المسلمين أنهم لا يميزون بين نبيهم وبين أنوفهم. فعندما تنتقد محمد وتنتقد أفعاله وأعماله وتنتقد سيرته، وكأنك ضربته وكأنك جدعت